عندي رؤية خاصة في الفينول، خاصة بالمواد الطبيعية أو مهتم بالمواد الطبيعية، هي كشيء بيئي أو كمواد بيئية مستقبلية، والعالم كله ماشي في اتجاه إنه يكون في حياة بيئية وسليمة وتحافظ على البيئة. فأنا اخترت الألوان الطبيعية، هي من الطبيعة، خلاصة قشر الدوم والدليل والقرض واللالوب قد تعني للآخرين أنه هي مجرد منتجات غذائية أو، لكن في الحقيقة هي ألوان إذا استخدمناها بطريقة سليمة أو بطريقة احترافية أو على علم بتدينا طاقة إيجابية، وفي نفس الوقت بتدينا ألوان احترافية جداً جداً ممكن نحن نستفيد منها، فده مشروعي. لي سنين بدرب ناس، بعلمهم في نفس الشيء وكيف يصنعوه ذاته، كيف يصنعوه، يعني الطريقة اللي يصنعوه بها. ليه؟ عشان الخامات متوفرة بكثرة في السودان، لكن الناس ما عارفين الأسرار الحياة دي، فلما يقعدوا في جو وفي بيئة أصلا معمولة بها الحياة دي فبيقتنعوا بيشجعوا.